الحياة. ما هو ابن مور من صبا. الحق فوق القوة يا أهل العقول، وبقوة الحق أهل الخير يسووا البدع. يا صاحب الحق اسعى ورا وطالب وقول، كسر تابوت السكوت صدق اللي قال ابن مور. معلش يا حبيبتي، النائب العام رفض وقف تنفيذ الحكم. حاسة ان انا السبب في ده كله. ارجوك يا صفاء ما تخلينيش اشوف دموعك، ما تخلونيش اشوف دموعكم كلكم. عامله ايه يا سماح؟ الحمد لله. صدقوني انا مش زعلانه من اللي حصل، انا حاسه اني عملت الواجب اللي عليا، والا ما استاهلش ان انا اكون صحفيه واتحمل امانه الالم اللي انا ماسكاه في ايدي. تعرفي يا سماح ان جرايد كتير متبنيه قضيتك وبتطالب بالافراج عنك. انتي خلاص بقيتي بطلة قدام الرأي العام، ده غير ان كل الناس بتقول ان المفروض ان خالد فخري هو اللي يكون في السجن مكانك. ان شاء الله يا حبيبتي محكمة النقض هتبرر رأيك، وان شاء الله قعدتك هنا مش هتطول. ان شاء الله. هي ماما ما جاتش معاكوا ليه؟ ماما هي بصراحة كانت عايزة تيجي، بس احنا اللي قلنا لها بلاش عشان ما تشوفكيش في الحالة دي. وهي كانت تعبانة شوية. ماما تعبانة؟ ما تتخطيش قوي كده، هي كويسة ان شاء الله هتبقى احسن. لا لا انتوا مخبيين عليا الحقيقه، قولوا لي ماما مالها وعندها ايه. مين دول اللي خدت فكره؟ انا لو شفت قدامي هقتله. انت اتجننت؟ ابوك ميت في نظري ونظر الدنيا كلها من زمان، وانت كمان لازم تنساه وتعتبره ميت. ابويا ما ماتش يا ماما. مش ده ابوك يا اخويا اللي انت كنت بتيجي تشتكي لي من الناس وتعيط لي وتقول لي سبته على كل انسان؟ مش ده ابوك اللي سقطك في الاعداديه وتقول لي اصل كل ما بفتح كتاب يا ماما بشوف بابا قدامي؟ لا 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 حرام عليك، حرام عليك يا بنتي، بلاش تقول انت الكلام ده بنفسك. بس انا عاوز اشوف ابويا، انا من حقي يبقى ليا اب. الاب اللي اتحرمت منه طول الفتره دي وانا فاكره ميت، انا من حقي اتمتع بفلوسه. فلوسه دلوقتي عايز ترجع له عشان فلوسه؟ فلوسه هي اللي خلتك تغير رايك فيه وتشوفه ملاك، مش كده؟ ايوه يا ماما. بس امشي خد من وشي، امشي يا جزمه. اهدي اهدي يا بنتي اهدي. ليلى هو جابر هيرجع من السفر؟ امشي يا بنت انت كمان، انا هزقكي غوري جوه. اهدي اهدي يا بنتي اهدي. لا اله الا الله. المشروع قدم لي باسمك سيريور خالد، مشروع هائل وفي اضافه للاقتصاد الايطالي. يعني افهم كده ان خلاص هتدوني الارض اللي هعمل عليها المشروع؟ سوري جراتسي يا ميلي. Thank you.
مبروك سيدنا خالد. مبروك. جراسي سيدنا. جراسي. مبروك. خدي دواك يا ماما. يا ريت نموت وارتاح من اللي انا فيه. بعد الشر عليك يا ماما. امك خلاص بقت قليله الحيله، مفيش حاجه في ايدها. ليه بس يا ماما بتقولي كده؟ ان شاء الله ان شاء الله سامحها تخرج من السجن قريب. انا كلمت المحامي بتاعها عشان القضيه تتنظر في محكمه النقد بسرعه. شوفي يا صفاء، انا يا بنتي لا هكلمك في حاجه فاتت ولا حلومك يا اختي، بس هطلب منك حاجه واحده بس. حاجه ايه يا ماما؟ طلعي اختك يا اختي من السجن، رجعيها تاني في حضن اخواتها. وانا وعدك يا صفاء لا حلومك يا بنتي ولا هعرضك في اي حاجه، اعتبريني مت وانت تبقي مسؤوله عن اخواتك يا اختي. بس رجعيني رجعيني اختك يا اختي. ابوس ايدك يا صفاء. يا ماما ايدك. العفو يا حبيبتي. يسعدني ويشرفني ان تقوم مؤسستي مؤسسه الاهرامات الثلاثه للبناء والتشييد بالاشتراك مع جامعة ميلانو العريقة أن تمنح الدكتوراه الفخرية لأحد رجال الاقتصاد المصري الكبار، أحد رجال الاقتصاد المصري الوطنيين الذين طالما دعموا الاقتصاد المصري على طوال تاريخ، السيد خالد فخري. إنها لحظة تاريخية، لحظة تكريم رجل من رجال مصر، رجل من رموز الاقتصاد في مصر. اليوم نحتفل به سوياً، والدكتوراه المقدمة إليه فخرياً ترد على كل الاتهامات والإشاعات الموجهة إليه في مصر. سنيور خالد فخري؟ ايوه انا. اتفضل معانا. خير يا حضرة الصبر. سنيور خالد فخري متهم بمنح رشوة لأحد المسؤولين الإيطاليين، وإحنا صورنا لواقعة الرشوة صوت وصورة. اتفضل معانا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد في حاجه غلط يا بابا. لا انا لازم اكلم وزير الخارجيه بسرعه، لازم افهم منه ايه اللي بيحصل ده. كمال أرجوك اتصرف، حاول تعمل أي حاجة. أكيد يا إنجي، أكيد مش هسيبه. أنا بس اللي مش مصدقه إزاي قدروا يسجلوا له الرشوة صوت وصورة. طب هو المحامي قال لك إيه؟ المحامي هيعمل اللي يقدر عليه، بس الموضوع أصله مش صغير. يا ريت يقدر يجيب له إفراج بكفالة ويجي معايا على مصر. مفيش كفالة هنا في إيطاليا. هنا لازم يفضل مسجون شهرين لحد ما يتقدم للمحاكمة. شهرين؟ طيب تفتكر في أمل يعني؟ هنعمل اللي نقدر عليه. أكد يا إنجي إن أنا مش هسيبه. أنا آسف حبيبتي، أنا مش هنقدر نعمل خطوبة في الظروف دي. شايف؟ بعدين انا كمان حجزت لك بكره على الطياره اللي طالعه مصر. ايوه بس انا عايز اكون جنب خالد. ما مش هيفيد بحاجه دلوقتي البيزنس والشغل بتاع خالد، مين اللي يقدر يديره في مصر؟ مفيش حد غيرك يا حبيبتي.
معك حق. طمني 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 طمني، مش هسيبه أبدا. طمني. يا رب يا رب بنتي تاخد براءة في جلسة بكرة في المحكمة. يا رب يا رب أنا ما عملتش حاجة تغضبك يا رب، وإن كنت عملت ما تاخدهاش بذنبي يا رب. يا ماما أرجوكي كفاية اللي أنت بتعمليه في نفسك ده، أنت ضغطك عالي والسكر كمان. أختك هي اللي عملت فيها كده، هي اللي رميتها في النار بإيديها. يا ماما سماح كده ولا كده كانت هتكتب عنه، دي شغلتها وإن شاء الله ربنا هينصرها. يا رب يا رب انصرها يا رب، يا رب رجعها لي بالسلامة يا رب، انت قادر على كل شيء. دي كوسة، ازاي ده حصل؟ يا ريتك يا خالد ما كنت سافرت. انا كمان مش مصدق اللي حصل، ازاي اسافر معاه ايطاليا وارجع من غيره واسيبه هناك مسجون؟ بابي بليز اتصرف، حاول تعمل اي حاجة لخالد. عاوز انا اعمل ايه بعد الدنيا كلها ما شافت فضيح جوزك؟ انا مش عارف مش عارف اودي وشي من الناس فين. يعني خالد كان ناقصه ايه علشان يسافر ايطاليا ويدفع رشوه مهما كانت المكاسب اللي مستنيها هناك؟ انا كمان مش عارفه اتصرف ازاي. خالد مؤخرا بقى عنده اعداء كتير قوي مستنيين طول الوقت في الجرايد، على الله بقى ما يطلعلوش حاجات تانية. حاجات تانية؟ حاجات تانية ايه يا انجي؟ سلامتك يا اختي، الف الحمد لله سلامتك انك خرجتي من السجن. الف حمد وشكر ليك يا رب. اقعدي يا اختي، اقعدي يا حبيبتي، قولي لي يا اختي انت كويسه؟ انا كويسه يا حبيبتي، عشان خاطري بقى بلاش تعيطي، حقك تفرحي ببنتك مش تعيطي. افرح ازاي يا اختي؟ افرح ازاي وانت كنت مرميه في السجن؟ يا ماما دي كانت قضيه مبدا، وانا كان لازم امشي ورا ضميري واكون قد امانه القلم اللي بكتب بيه. سماح بقت نجمة صحفية كبيرة قوي دلوقتي، ده يجي 10 صحفيين كانوا مستنيينها قدام باب السجن. وهاتك يا حوارات وتصوير، وبكرة تقري حوارات بنتك في الجرايد. وبعد ما كانت بتكتب عن نجوم السياسة والاقتصاد بقت هي النجمة اللي بيكتبوا عنها. لا لا كفاية كده، انت بعد كده مالكيش دعوة بحد وتمشي جنب الحيطة. كفاية يا بنتي، كفاية يا اختي اللي جرالك. بالعكس يا ماما، الدربة التي لا تقتلني تقويني. ودي معناها ايه دي؟ اللي انا كتبت عن تلاعب خالد فخري في قضيه الاسمنت ثبت ان انا كنت فيه على حق، واتحكم ضده وضد كل شركات الاسمنت فيه، ده غير حبس خالد فخري في ايطاليا. يا سلام يا سماح، ويل بلاي ويل بلاي. وانا مش هسكت على خالد فخري، وناوي افتح له كل الملفات واكشف فساده للراي العام وبالادله. لا لا بقى كفايه كفايه يا اختي، انا مش مستغنيه عنك، كفايه اللي جرالي. وبعدين يا ماما احنا قلنا ايه؟ ما تعرضيش يا ماما ولا هترجعي في كلامك يا حاجه. حبيبتي امك وحشتيني يا بنتي، وحشتيني قوي قوي يا سماح. انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ اتجننت عشان عاوز اسافر لبابا؟ طب وانا؟ ده انا اللي ربيتك. بس بابا عاوز يشوفني وانا كمان عاوز اشوف. اللي عاوز يشوفك ده مالوش فيك عشر اللي ليا. ما تقول حاجه يا جدو لماما. يا ابني يا حبيبي دي امك، واللي تقول لك عليه لازم تنفذه. ها قلت ايه يا ماما؟ سافر بس، ولا انا امك ولا عايز اعرفك. ليلى انا كمان عايزه اسافر عشان اشوف جابر، عشان هو وحشني قوي، عاوزه اسافر مع ناجي ونروح نشوف جابر. يلا يا ناجي يلا نروح نسافر ونركب الطياره. لا لا خلاص مش قادره، انا مخي هينفجر، انا همشي واسيب لكم البيت. امشوا قوموا يا ليلى. جاتك القرف؟ رايحه فين يا بنتي؟ يا اولاد يا اولاد، عاجبكم اللي بيحصل ده؟ عاجبكم؟ انا مش عارفه ايه الموضوع، يعني هي الجرايد مرهاش غير خالد؟ كل يوم والتاني الاقي جرايد كتب عن قضايا فساد واستغلال نفوذ فتح ملفات، هو في ايه؟ انا خايفه خايفه بجد يا انجي. ما تخافيش، طول ما خالد معاه الحصانه محدش هيقدر يقرب له. جايز يرفع عنه الحصانه؟ لا 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 ما بيتهيأليش، ان شاء الله كمان ياخد براءه في قضيه الرشوه بتاعت ايطاليا ويرجع لنا بالسلام. تفتكر يا انجي؟ اطمني، كمان اللي كلمتك عنه وكله مجموعه من اكبر المحامين الموجودين في ايطاليا، هيترفع في قضيته. وانا والله والله لولا ان انا لازم لازم ادير له مجموعته اللي هنا كان زماني فضلت معاه هناك وما سبتوش ابدا لوحده. تديري المجموعه؟ ليه لا، تكوني انت اللي عايزه تديريها ولا ايه؟ ايه يا انجي، انت نسيتي ان خالد ده يبقى جوزي؟ لا ما نسيتش، بس انت كمان ما تنسيش ان انت ما عندكيش اي خبره بالبيزنس،
وبالذات اليومين دول لازم تكوني بعيدة تماما عن الصورة. ليه؟ عشان مركز باباكي الحساس. كفاية قضية خالد عملته مشاكل كتير جدا، وقعدوا يقولوا جوز بنت الوزير متهم في قضية رشوة، والجرايد بدأت تلسن عليه. كمان عايزة تنزلي تمسكي المجموعة اللي بيقولوا عليها انها مجموعة فساد واستغلال نفوذ، هتجيبي له مشاكل اكتر بكتير من اللي عنده، واحنا بقى مش عايزين مشاكل لغاية كده يا ندى. كفاية. انا ماشي، عايزة حاجة؟ انا هسافر لخالد وهفضل معاه لحد ميعاد محاكمته، وان شاء الله ياخد بواقه ونرجع مع بعض. احنا مش لازم نكتفي بمجرد الاتهامات ونقول ان خالد فخري كان فاسد وبيستغل حصانته، احنا لازم يبقى تحت ايدينا ادله، والا هتتعرضي لقضيه سب وقذف جديده. عندك حق يا صفاء، وانا قررت ادور ورا خالد في كل شغل وكل انشطته، وانا واثقه اني هلاقي بلاوي كتيره جدا وراه، وهبتدي بموضوع مصنع الاسمنت اللي اشتراه وقت الخصخصه بملاليم. المساله دي اكيد حصل فيها تلاعب كبير. مش خايفه المره دي؟ لا خلاص، انا بقى عندي حصانه من الحكايه دي، وبعد ما جربت السجن ما بقتش اخاف، لكن ده ما يمنعش من شويه حرص. طب لو احتجتي لفلوس او اي حاجه بقولي لي. كل ده عشان تخلصي طارق من خالد واللي عمله في جوزك ابوه، مع ان اللي عمله فيكي فخري ما كانش شويه يا صفاء. ولا نسيتي انه اجبرك على الجواز منه وسبب لك وجع ملوش اول من اخر؟ مهما كان ده كان جوزي وابو ابني، في أيامه الأخيرة لما انكسر بقى حد تاني خالص. ليلى. صفاء. الحمد لله على السلامة يا ليلى. ازيك يا ليلى؟ مالك يا ليلى؟ ايه فيكي؟ ايه مالك؟ غلطانة يا ليلى. انت اللي بتقولي كده يا صفاء. لا الشرع ولا الدين يدوكي الحق انك تحرمي اب من ابنه ولا ابن من ابوه، ولا تقولي على جابر انه مات بعد ما اتاكدتش انه لسه عايش. بس جابر بالنسبه لي مات ومش هيرجع للدنيا تاني. حتى لو ده صحيح فهو في نظر ابنه لسه عايش. اسالينا انا يا ليلى، اسالينا انا عن البني ادم لما بيقولوا عنه انه مات وهو لسه عايش. اساليني عن الوجع والمراره اللي بيحسها البني ادم ده وهو سامع وشايف الدنيا كلها بتقول عنه انه مات وهو لسه في الروح. صدقيني الموت عنده بيبقى اهوله بكتير من العيشه. بس انا ما اقدرش افرط في ابني. مش ابنك لوحدك يا ليلى. بس ده كل حياتي. مش جايز تكوني ظالمه جابر؟ كلكم بتقولوا لي بظلم جابر، وجابر ما ظلمنيش، ما ظلمنيش. اهدي يا ليلى، اهدي يا حبيبتي، اهدي. ايه معلش يا ده بابا. ردي عليه قولي ان انا قاعده معاكي يومين مش قادره اكلم. 22 وما زاد يا باشمهندس. 22 الخرطوم بار بسرعه. يا ناجي، يا ناجي. انت ايه حكايتك يا ناجي؟ بقالي كام يوم ما بشوفكش، بترجع من المدرسه على البيت. سيبني في حالي يا حماده، انا مش ناقصه. اسيبك ازاي؟ انت ابن خالي وصاحبي، مالك في ايه يا ناجي؟ ياه انت باين عليك تعبان قوي. تعالى طيب معايا وفضفض لي، وهي فرصه عشان امك مش موجوده وانا هفسحك فسحه ايه جميله، وتحكي لي ايه اللي مزعلك. تعالى يا ناجي، تعالى تعالى يا ناجي. ناجي. ايوه تعالى تعال. ايه؟ راح فين مع الواد ده؟ هنتمشى شويه. تمشى شويه؟ طب ايه ما بتحرمش؟ الواد ده صايع. انت نسيت اللي حصل لك قبل كده؟ مش وصلت في الابتدائيه بسببه؟ عاوز مني ايه يا اسطى؟ يامك فين؟ انا بقالي كام يوم كده ما بشوفهاش في الحته. يوه يوه. استرها يا رب، استرها يا رب. مفاجأة هايلة يا سماح. ما هو جراب الحاوي كله مفاجآت. يعني خالد فخري لعب كل اللعب ده وخلى المصنع الكسبان يخسر ويتداين عشان يتباع في الخصخصة بتراب الفلوس ويشتريه، واللي اسمه شريف اللي خلاه رئيس مجلس إدارة المصنع هو اللي ساعده في كل ده. وده بقى اللي بيسموه في الحكومة تخريب في المال العام وعمدة وسرقة وفساد، ما لهمش أول من آخر.
وانت عرفتي ده كله منين؟ من بعض المهندسين وعمال الشرفة اللي كانوا رافضين اسلوب شريف لما بقى رئيس مجلس اداره المصنع قبل ما يتباع، وطبعا رفضهم وشردهم. وانت معاكي مستندات بالكلام ده؟ ايوه، انا قدرت اجمع مستندات مهمه وهنشرها من بكره. مع ذلك حاسه ان لسه في مفاجآت كتيره قوي انا لسه ما عرفتهاش. انا بيتهيالي ان شريف ده وراه مصايب كتير احنا ما نعرفهاش. بالظبط، وانا بقى ناويه افضل انخور وراه لغايه ما اعرف ايه البلاوي التانية اللي مخبيها. ازيك يا فيز؟ اهلا يا ليلى، ازيك؟ عبد الله وحشتيني. وانت كمان يا ليلى. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. فاضيه ما بعملش حاجه واختك عماله تدلع فيا. ليه الصغير وحشك وعم مرزوق وورده مش كده؟ قوي ونفسي اشوفه. خايفه اقول لك ارجعي بيتك لحسن تقولي انا زهقت منك، بس والله نفسي تقعدي معايا على طول. عارفه، بس انا فعلا قررت ان انا اسافر اسكندريه بكره الصبح. بس على شرط تعملي اللي قلت لك عليه. انت متاكد بالكلام اللي انت بتقوله ده حماده؟ اه يا بابا، ده انا غلبنا على ما حكى لي حكايه ابوه، خالي جابر طلع انه عايش مش ميت. معقوله؟ دي حكايه ولا في الاحلام؟ دي حاجه تمخوي للعقل يا جدعان. بقى خالك جابر لسه عايش وجه مصر وشاف امه قبل ما تموت وسافر تاني وبقى حاجه كبيره قوي وعنده فلوس ملاش اول ولا اخر، وليلى مناجي كانت عارفه وما قالتلناش، وخالتي مروه سافرت له كمان وقاعده عنده هناك. وامك تعرف حاجه على الحكايه دي؟ لا، محدش قال لها. حلو، السر ده مش لازم امك تعرفه. طب ليه يا بابا؟ عشان لو عرفت حاجه هتبوظ لنا كل حاجه. طب هتبوظ ايه؟ التخطيط اللي انا هخططه. الحكايه دي جت مخصوص علشان تبقى وش السعد عليا لو انت وناكل بعد كده رز بلبن. مش فاهم حاجه يا بابا. انا هفهمك، بس المهم ما تجيبش سيره لامك باي حاجه الا مش هاكلك رز بلبن. الصوره دي لما شافها سلفاتوري بتاع ميلانو قال انها تشبه واحد مصري يعرفه هناك اسمه كمال الشربيني، لكن معلوماته بتقول ان كمال الشربيني ده جه ايطاليا وهو صغير وكبر هنا واشتغل بالبزنس بعد وفاة اسرته، يعني مفيش اي علاقه بينه وبين جابر. ده معلوماته هو. انا عايزك انت تدور بنفسك على خلفيات كمال ده لاصغر تفصيله. جايز نوصل لحاجه. انت جاي تهددني هنا منظور؟ اهددك؟ مين قال كده لا سمح الله؟ انا بس عاتب على سعادتك. معقوله سعادتك تبقى عارف موضوع زي ده وما تقولناش؟ انا عايز اقول لسعادتك ان سرك في بيل، انا ما قلتش لاي حد على اي حاجه. حتى سعاد مراتي ما تعرفش حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا منظور؟ لحد دلوقتي انا جاي اتكلم بالمعروف. ولو مش بالمعروف هيبقى ايه؟ شوف سعادتك، لو حد عارف الحكايه دي ممكن يتهموك بالتستر على مجرم هربان من العداله، ودي تهمه كبيره ممكن فيها تلبس دبله الخطوبه الكبيره وتدخل السجن. وايه تاني يا منظور احكيلي؟ وفلوس الشركه بتاعت سعادتك، قصدي فلوسك انت وجابر، ممكن يتم التحفظ عليها وتتصادر ويقولوا عليها دي فلوس مخدرات اللي اتهموا فيها جابر زمان انه كان بيتاجر فيها، وبالشكل ده ممكن تروح ويبقى موت وخراب ديار. مش بقول لك انت جاي تهددني يا منظور؟ قصدك اني جاي اتفاهم مع سعادتك. وايه نوع التفاهم اللي انت بتتكلم عليه ده؟ مليون جنيه ارنب مشفي من غير فروه، بس اوعدك اني مش هفتح بقي بكلمه لاي حد. يبقى انت خلاص اكيد اتجننت يا منظور. انا لحد دلوقتي لسه ما اتجننتش، لكن لو سعادتك رفضت انا ما اضمنش نفسي ممكن تعمل ايه. حاكم النفس يا سالم اخويا، اماره بالسوق. انا حد لسعادتك فرصه ترد عليا، بس ارجوك ما تتاخرش عليا يا سالم اخويا. بليز. ها سلام. انت بتعمل ايه هنا يا منظور؟ ها انا كنت جاي اسلم على الاستاذ سالم، اصله بصراحه وحشني بقاله فتره ما بيجيش عندنا البيت من ساعه المرحومه ما ماتت الله يرحمها، مش كده يا استاذ سالم اخويا؟
هو من جهة وحشني فوحشني فعلا. ها؟ أستاذ سالم حضرتك عايز حاجة مني قبل ما أمشي؟ شكرا ساعات. تعال. بالإذن يا أستاذ سالم أخوي. بالإذن. كمان إيه؟ يا جابر. تقول إيه؟ اتحجب على خالد فخري بعشر سنين سجن؟ هو ده الكلام؟ إزاي ده يحصل؟ دي مصيبة. أنا كان قلبي حاسس إن الحكاية دي مش هتعدي على خير، وخالد بيه مش هيعرف يطلع منها. معلش، قدامنا الاستئناف، إن شاء الله هيطلع براءة. ومين عارف الاستئناف هيحكم بإيه؟ مش كفاية؟ مش كفاية القرف المكتوب في الجورنال إحنا ناقصين؟ يا نهار أسود، اللي مكتوب هنا يودينا كلنا في 60 داهية. لا، يوديك أنت يا حبيبي في 60 داهية، مش أنت اللي اتفقت مع خالد وعملتوا عملتكوا في مصنع الأسمنت؟ نعم، أنا كنت مجرد منفذ لأوامر خالد بيه يا أخوكي. اللي اتنشر في الجرايد ده يعتبر بلاغ للنائب العام، وأكيد هيحقق فيه. معلش، المهم يعرفوا يثبتوا الكلام ده، وبعدين أنا مش هسكت. أنا هعمل حملة مضادة في الجورنال بتاعنا، وبرامج في القناة الفضائية لصالحنا. أنا مش عارف، اللي اسمها سماح دي عايزة مننا إيه؟ ما كفهاش اللي حصل لها قبل كده، عمالة تنخرب ورانا وتنشر عننا تاني ليه؟ على فكرة إنجي، لازم تقابل البت دي وتحاول تقنعيها إنها ما تنشرش تاني عننا. لا 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 لا، الكلام مع البت دي خلاص ما بقاش ينفع. لو ما كانتش اتأدبت من الدرس اللي فات يبقى لازم تتأدب تاني، بس المرة دي بقى قطع رقبة. لا، أنا ما انصحكيش بحاجة زي كده مدام إنجي. عارفة ليه؟ لأن البنت دي لو جرالها حاجة مش هيتهموا حد غيرك، وبدل ما مصيبة واحدة لخالد بيه تبقى مصيبتين بيكي أنت كمان يا مدام إنجي. ايه يا رفاهي؟ عارف مرات كمال الشربيني تبقى مين؟ مين؟ بنت اخت الجنرال انطونيو، ماريا اللي كنا بندور عليها. كده المسألة ما بقتش صدفة. قربنا قوي بابا. سونو فيتشينو. مولتو فيتشينو. فعلا عربيته واقفه قدام البيت ما اتحركتش. يمكن تعب ولا حاجه وحد وداه المستشفى. وسالت في كل المستشفيات ما عندهمش حد بالاسم ده. الله، امال هيكون راح فين يعني؟ انا خايفه على عبده قوي. ما قداميش حل غير ان انا اكلم الشرطه يوزعوا نشره بكل اوصافه بقى. الله، ايه يا سالم؟ انت وصلت ايطاليا امتى؟ انت مش تقول لي. ازيك يا عبدو؟ أنا كان نفسي أرحب بيك بطريقة أحسن من كده، بس معلش. قولي، أنت مش بس مدير موقع كمال الشربيني، أنت أقرب واحد ليه؟ ومصري زي. مين هو كمال الشربيني؟ وإيه علاقته بجابر الخواجة؟ نون كابيش، معرفش، معرفش. مفيش حاجة هترحمك من إيدينا غير إنك تقول الحقيقة. فيليو دي بوتان. اهو انت. ده ما بيهزرش. Oh!
نون كبيش. ما اعرفش ما اعرفش. واضح انه عنيد ودماغه نشف. ليكونتينو كملوا معاه لحد ما نكمل. شريف بيه تاني يا ابني؟ بيجي الساعة كام؟ ملوش موعدة. هو ده شريف بيه؟ ايوه. ايه ده؟ في ايه؟ شريف بيه مسافر. مساء النور. ممكن تتفضل معنا؟ انتوا مين؟ احنا نيابة الأموال العامة. ممكن أعرف عايزين مني ايه؟ سعادتك هتعرف هناك كل حاجة. طيب أنا هاجي بالعربية بتاعتك. ممنوع يا فندم. بوكس معانا. اتفضل حضرتك. تعالى يا ابني بالعربية ورايا. يلا بسرعة. احنا ممكن نقعد معاك كده للسنة الجاية. فيا تتكلم يا تتكلم. اختار انت بقى. كفايه كده. حرام عليكم. انا اعترف بكل حاجه. دي مصيبه مصيبه. شريف اعترف بكل حاجه والنائب العام امر بوضع اموال واملاك خالد تحت التحفظ، وكمان بعته حد يدير شركته بعد ما المجلس شال عنه الحصانه. انا مش عارفه كل ده كان مستخبي لنا فين. مش عارفه. لا ومش بس كده، مش بس كده، الجورنال والقناه كمان اتقفلوا. ما كنتش متخيله ان خالد مخبي كل الحاجات دي عني وانه عامل كل المصايب دي. انكل انكل ارجوك يا انكل لازم تساعده وتقف جنبه. استنياني اعمل ايه بعد اخوكي ما شوت سمعتي؟ انا لو كنت اعرف انه عامل المصايب دي كلها انا ما كنتش جوزته بنتي. مش وقت الكلام ده دلوقتي. حضرتك برضو مهما كان تقدر تخليهم. اخليهم ايه بعد كل المصايب اللي حصلت دي؟ احنا اللي بيننا وبينكم انتهى خلاص. تقصد ايه باللي انت بتقوله ده يا حفني بيه؟ ندى انت ما انتيش وقاعد في البيت ده. انت من بكره الصبح تعملي قضيه طلاق او ترفعي قضيه خلع على جوزك. حبيبي يا غالي تاخد بالك منهم ها؟ فسحه ما حصلتش. عيب عليك، دول في عينيا. أريفيدرتشي سينيور كاميلو. أريفيدرتشي ما بيلا سوريل. تشاو تشاو بامبينا. تشاو. يلا تشاو تشاو. تشاو تشاو. تشاو. حياتي هعمل شويه اتصالات عشان حكايه عبده واخلصها بس على خير. طب ما تتأخرش، أنا مستنياك Thank you.
j'ai appris des choses un peu plus sanglées. Superman, par qui le héros est-il adopté quand il est bébé? Kamel? Par Superman, il est adopté par des policiers, des moines, des journalistes ou des fermiers? شفتك وانا ما حبيتكش. الحمد لله ان الرصاصة جت على بعد كام سنتي من قلبه وقدروا يخرجوها في العملية. ايوه بس الحالة حرجة قوي. ان شاء الله ربنا يستر ويعدي منها على خير. تكلمت مرة صحيح؟ كانت عايزة تيجي بس انا قلت لها خليكي مع ليلى. البنت يا ولدها مقطعة روحها من العياط، عايزة تيجي تشوف ابوها. لا لا لا، تيجي هنا ازاي؟ صح قوي اللي انت عملته ده. الجدع اللي اسمه سالم ده راح وقال عدولي، كل ما اروح اسال عنه في الشركه يقول لك ده سافر بره ولسه ما رجعش. يلا يلا يا عم، بس انا ما بحبش السرعه. ها يا عم انت هتلعب ولا هتنهينا؟ انا متوغوشه قوي على مروه، بقى لها مده ما كلمتنيش ولا اتصلت بيا. انا قلقانه كده وانا قاعده ومش عارفه حاجه عنها. ما تقلقيش على اختك، اختك دلوقتي زمانها عايشه ومتهنيه عيشه ملوكي، وسايبانا احنا للفقر. عيشه ملوكي؟ تقصد ايه يا مندور؟ لا انا ما اقصدش اي حاجه. بقالكم مده كده كل ما اخش عليكم الاقيكم بتتودودوا، واول ما اجي تبطلوا كلام كان في سر ما بينكم مخبينه عني. لا مفيش اي حاجه، مش كده حماده؟ الله عليك يا حبيب والديك. انتوا مخبين عني ايه يا مندور؟ ايوه يا سعاد، هو تحقيق ولا تحقيق؟ ده ايه الخلل اللي احنا فيها دي؟ ودي حماده، انت مخبي عني ايه؟ ابوك مش هينفعك يا نمك، لو في حاجه ما بينكم قول لي. ما ناقصه ترياق، انا اللي هكمل. ودي حماده. بقى كده يا ليلى يخص عليكي، بقى تبقي عارفه ان جابر جه مصر ومشي وما هونش عليكي تقولي لي. انت عرفتي ازاي؟ انا الظاهر ان انا اخر من يعلم، اخر من يعلم ان اخويا كويس وعايش وانه جه مصر ومشي، وانا مش طالبه حاجه، انا مش طالبه غير ان انا اسمع صوته. نفسي اكلمه واطمن عليه واعرف ان هو كويس، اسمع صوته بس، ده اخويا انا ماليش غيره. معكيش نمره تليفونه في ايطاليا؟ انا ما عنديش نمرته، لكن لو عايزه نمره مروه معايا يا ريت تديهالي. Thank you.
دكتوره دكتوره المريض ابتدى يفوق. يا عيني عليك يا اخويا، يا عيني عليك يا اخويا، لوحدك في الغربة بين الحياة والموت. احنا هنا عايشين ومتهننين وانت في الغربة لوحدك. انا عاوز اسافر لبابا عشان اطمن عليه. مش وقته دلوقتي يا ابني، المهم نسمع عنه اخبار كويسة ونطمن انه فاق من الغيبوبة. يا ريت كنت اقدر اسافر اقعد معاه، كنت قعدت معاه بدل ما هو قاعد كده لوحده. ساكتة ليه يا ليلى؟ لسه برضه ظالمة جابر وبتقول عليه انه مجرم بعد ما سمعت كل حاجة عنه من مروة في التليفون، وانه عرض حياته للخطر عشان ما يمدش ايده في ايد المجرمين الظلمة دول؟ الو مروة. ايه ايه يا مروة؟ فاق؟ طيب يا مروة متشكرة، بيطمنينا والنبي يا مروه. ايه قالت لك ايه؟ فاق من الغيبوبه. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، ربنا يتمم شفاها الحمد لله. تعرف يا ليلى، انا مش عارف اقول لك حاجه خالص خالص. حاجات كتيرة أوي ممكن أقولها لك، بس مش عارف أقول لك إيه. بس حاسس، حاسس كل حاجة أنت حاساها، وداري بيكي أوي، وعارف إن مامي هي اللي كانت بتطمنك دايما، وانا ما اقدرش اقول لك اني ممكن اعوضك عن غياب ماما. ما اكيد ما اقدرش، بس عارف حاجه واحده وعايزك انت كمان تعرفيها. عارف ان انا احميك بعمري، خليكي متأكدة من حكايتي. جابر وحشك يا ليلى مش كده؟ أدفع عمري كله علشان أشوفه وأطلب منه إنه يسامحني على كل اللي قلته له، يسامحني على الظلم اللي ظلمته له كل السنين اللي فاتت، يسامحني لاني عمري ما هسامح نفسي. جميل، يعني صدقتي دلوقتي ان التهمه اللي اتهموه بيها في مصر كانت متلفقه. بعد كل اللي سمعته وعرفته عن جابر واللي عمله في غربته والخير اللي عمله هنا في مصر، جابر بني ادم ملوش زي. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده. الحمد لله يا بنتي، اهو انت كده ريحت قلبي. بس انا عاوز اقول لك حاجه. قول يا بابا. ايه رايك ان ناجي يسافر لابوه بعد جابر كده ما يشد حيله، واو، يطمن عليه ويترمي في حضنه ويفرح بيه؟ ايه رايك؟ لو ما كنتش طلبت مني ده انا كنت هطلب. الله، حلو قوي قوي الكلام ده. طب ايه رايك بقى انك تسافري مع ابنك وتقولي لجابر الكلام الحلو قوي 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 ده اللي انت قلته لي عنه؟ ها، ايه رايك؟ مش حاضر. ليه يا بنتي؟ مش هعرف اوريله وشي تاني بعد كل اللي قلته له. يا بنتي ده مش وقت عتاب، جابر دلوقتي محتاج كل اللي بيحبوه يبقوا واقفين جنبه. تفتكر جابر لسه بيحبني؟ عاوز ترجع مصر يا جابر؟ تعبت،
تعبت وعايز ارتاح. هرجع مصر واسلم نفسي. خلاص مش قادر افضل كمال الشربيني اكتر من كده. مهما كان اللي هيحصل لي في مصر اهون من قعادي هنا. فاكرين المافيا هتسيبني؟ انا قتلت دانيال، لازم هيوصلوا لي. اذا كانت موته بموته اموت في بلدي احسن. بعد الشر عنك يا جابر، ما تقولش كده. بس كده ممكن القضيه تتفتح تاني، محدش عارف اللي ممكن يحصل. انا مش مهم، مهم ليلى تبقى في امان. ليلى هتبقى في امان في مصر. طب وشغلك هنا يا جابر هنعمل فيه ايه؟ نعمل حساب كل حاجه يا سلم. هحول معظم فلوسي على مصر، هسيب جزء هنا، هكتبه باسم عبد لو عايز يقعد يديره. لا انا ماليش اقعد في ايطاليا تاني من بعد. غلطان، مينفعش نهد كل اللي بنيناه هنا. لكن يا جابر. ما لكنش بقى، ساعدوني بقى، ساعدوني اعمل حاجه بضمير مستريح، محدش عارضني. هرجع مصر عشان بنتي، عايز اخد ابني في حضني كمان. توتو بينا بامبينا، توتو بيني، توتو بيني بامبينا، توتو بيني. أنا مش قادر أصدق، معقولة جابر راجع؟ يعني هشوفه تاني بعد ما عشت بحصرته أكتر من 10 سنين؟ ومن سمعك يا أستا جرجس له في ذلك حكم. أشكرك يا رب. يا رب. وحشتيني يا سعاد. انا مش مصدقه ان انا حضنك، مش مصدقه ان انا عارفه المسك. وحشتيني يا جد، وحشتيني. عمر الشاب يا اختي. الحمد لله على السلامه. انا مش مصدق علي. ازيك يا اسطى؟ الحمد لله على السلامة يا عمي. جابر حبيبي. الحمد لله بالسلامة. الحمد لله بالسلامة يا ابني، الحمد لله بالسلامة. ازيك يا ابني؟ ازيك يا نايم؟ أنا أبوك يا علا. ما انتش شتيم ولا عمرك كنت، انت ابن جابر الخوالي، ويعلم ربنا اني بعدت عنك غصب عني، وطول الوقت كنت شايفك ومراقبك. النهارده بس حاسس ان ربنا اداني كل اللي انا عايزه. توحشني قوي يا بابا، مش مصدق اني شفتك. على فكرة انت لو ما كنتش جيت مصر انا اللي كنت هسافر.
ورايح رجلك على رجل، مش هتفرقني ابدا. ليلى بقى ناجي تو فراتيلو. كوم ستا يا ناجي؟ هتقول لك ازيك يا ناجي بس بالطلياني، ما بتعرفش عربي هي. انت اللي هتعلمها عربي. اه حاضر. اللي اسمه جابر اللي كان شغال مع ابوكي وعمل فيه مغرز ودخله السجن، يطلع هو كمان الشربيني؟ اه يا ماما، هو اللي رسم عليا الحب وخدعني، وهو اللي سجن خالد وضيع مستقبله، بس انا مش هسيبه. بس مش حاطين صور يا بت. سوزي، انت خرجتي من السجن امتى؟ امبارح. واول حاجه قلت اعملها ان اجي اشوفك يا انجي، اصلك وحشاني قوي. مش دلوقتي يا سوزي، وحدك لحسن انا مستعجله. امشي يلا. طب مش تديني حضن يا انجي يا صديقه العمر، اكراما للصداقه حتى اللي بينا. بس بسرعه يا سوزي، وحدك لحسن انا مستعجله. وحشتيني، وحشتيني قوي يا انجي. خلصيني، خلصيني بقى. هخلصك يا انجي، هخلصك خالص من حياتك يا خاينه يا خطبت الرجاله. آه. يا صديقتي، يا صديقتي. فك الكلام عشان ايدي متهم. فك عسكري. تمام يا فندم. انت جابر الخواجه مش كده؟ حضرتك مين؟ انت ما تعرفنيش، بس انا عارفك كويس، عارفك من زمان قوي. صورك ماليه الجرايد، لكن حكايتك عارفها من زمان، قبل كل الدنيا ما تعرف حكايتك دلوقتي. ما تستغربش يا جابر، مش بيقول السجن تهذيب وتأديب وإصلاح؟ أنا فعلا ما عرفتش ربنا إلا لما دخلت السجن. كل يوم بدينه في صلاتي، ويغفر لي ذنوبي اللي ارتكبتها في حياتي. لا اله الا الله، ربنا يغفر لنا جميعا. انا خلاص مروح، المرض هدني، حاسس مش فاضل لي كتير في الدنيا، عشان كده انا عايز اريح ضميري واقول الحقيقه. حقيقتي انا طلبت السيد وكيل النيابه عشان كلامي يبقى في محضر اسمي، يثبت فيه حقيقتي اللي دبر لك تهمة المخدرات والعملة المزيفة
من 12 سنة. أنت تعرف مين اللي دبر لي الحكاية دي؟ وعندي الدليل كمان. طب قولي اعمل معروف. أنت متأكدة يا صفاء من اللي أنت بتقوليه؟ أيوة يا ليلى، سامح لسه مكلمة يوم مصر، كانت معاه اللي اسمه جلال في النيابة بعد ما اتقبض عليه. جلال ده كان شغال زمان في محل الموبايلات بتاع جابر، واعترف إن خالد فخري هو اللي سلطه يحط له المخدرات والعملة المزيفة عشان يتقبض عليه. جلال، وإن شاء الله جابر هيتعرض بكرة على النيابة وتفرج عنه. وبكده تبقى ثبتت براءة جابر وهيرجع لنا إن شاء الله بألف سلامة. أنا اشتريت أرض كبيرة في مصر باسمك واسم أختك ليلى. الأرض دي عايزك تزرعها، ازرعها أنت وأختك، مش بس ليكم، ازرعها لكل الناس. لازم يا ابني نزرع اللي بناكله، ازرع اللي بتاكله عشان تملك مصيرك ومحدش يتحكم فيك. عمر مصر يا ابني قرارها ما هيبقى في ايديها لو ما زرعناش اللي بناكله. ازرع اللي بتاكله يا ابني، واوعى تشتريه او تشحته من حد. الخلق لاصحابه يحرم عليه.